دوني عسلي عسلي غامق فاتح مدري والله شيبسي ايوه حلوين نكبس لو سمحت تكبيس كلنا نضغط على الشاشة على قلبك جماعة جماعة اقسم بالله حيرتونا تصور جماعة اللي بيسألوا يعني ما مش فاهمة الدبلة دي وده بيعملوا ايه لما انا سنجل سيبكم من ده يعني الكرش ده كله بقى واضح ان انا حامل يعني بتسألني كل ده إيه انت متجوزة ولا سنجل يعني أسئلة بصراحة ذكية من الآخر يعني مش فاهم فأنا بجد أنا مش قادرة على الأسئلة دي أنا فعلا اللي مكفيني أصلا يعني مش ناقصة لا والله متجوزة في بيبي كمان جاي تعالى يا محمد انت تعالى انا اعطيك شيء حلو هيعجبك بص مش عايزة اقول لك يعني فتعالى اقول لك على شيء تعالى عشان انت انسان مش محترم تمام وانا بصراحة يعني ما بحبش قلة الادب يلا دي الزمر اللهم امين حاضر ولا ايه مش هو اللي حاضر يا ابو مريم روح والله العظيم بيجننوني حقيقه يعني بجد اللي ادب ما شفتش بعد كده مش فاهمه فيه هو انت لو ما عرفتوش تقول لادابكم ما تعرفوش تعيشوا بجد والله يعني لازم نقل ادبنا مش فاهمه بتقل ادبك ليه يعني عليكم السلام والله هما ما عندهمش الكلام ده ما عندهمش هما الكلام ده لا ازاي لازم اقل ادبي لازم اقل ادبي رجلي وجعتني انا لسه قاعده اصلا المشكلة ان انا بتعصب بسرعة يعني دي مشكلة انا عادي ما بيفرقش معايا اي كلام لان عامة الميديا اكيد 100% هتقابل الناس دي يعني انت في الواقع بتقابل الناس دي يا بل بقى الميديا يعني عامة اكيد هتشوف الناس دي كتير بس الفكره بقى ان هما بجد بيجننوك يعني انت مش فاهمه انت بتقول ايش انت يعني الناس في وادي وانت في وادي حلوين كبسوا يا حلوين بليز رجلي انا بس رجلي راحت فيها المشكلة والله ان انا يا جماعة والله حامل وغلط علي اصلا ام العصبية والقرف ده والقعدة حتى يعني انا قاعدة ماشي وربنا اللي عالم بيا مش قاعدة انا علشان حضرتك تيجي تقل ادبك وحضرتك تيجي تقولي مش عارف ايه وقلة ادب ما شفتش بعد كده بصراحة الحكاية مش ناقصة يعني فنلم نفسنا لان بجد الدنيا مش ناقصة يعني انا مش ناقصاكم ومش ناقصه قرفكم مساء النور اللهم امين يا رب حلوين لو سمحتوا موجودين نكبس كلنا نضغط على الشاشه والله هعمل ايه طيب يا جماعه
مش بمزاجي مش بمزاجي انا. انت بتشوف كومنت سلبي مثلا او زي كده انت بتعديها مره واتنين تقولها يعجل تلاقيه عمال يزيد فيها واخد الموضوع كده. هلا يا منصور هلا هلا. شكرا يا يوزر. الله يهنيكم. حلوين بالله عليكم. كبس بقى مش قادرة اقعد والله. على فكرة انا يمكن انا لسه قايلة لكم دلوقتي ان انا متجوزة وان انا حامل وكل ده. يعني المفروض نحس بقى على دمنا. انا مش قادره اقعد حقيقه والله. يعني انا قاعده غصب عني. يعني انت ما تعرفش انا عندي ايه اصلا او ايه اللي مقعدني او اصلا ايه اللي غاضبني اصلا يعني على ام اللايف. المشكله ان انتوا بتشوفوش حياه الناس. ما تعرفش ايه اللي عندك. بتشوفوا الظاهر بس لكن انت ما تعرفش ايه اللي عند الناس. على فكره انا اوسخ حاجه بكرهها في حياتي ام عادل في اللايف دي ومش بحبها كمان. بس هعمل ايه يعني اكيد لا غصب عني. ايوه زي ابوك كده يا عامر. ما مسرح امك ولا عمرو ولا انت اسمك. احترم نفسك. يلا انجلع انت يا اندر ايدج انت يا جليل الحياه. يلا والله انا مغريبه. شوف بقول ايه جماعه. احترموا نفسكم احترموا نفسكم. هلا يا فهد. يعني بجد والله العظيم العالم اللي بالشكل ده اللي كرهوا الناس في حياتهم وخلوا الناس خلاص بجد ما بقاش عندها طاقه. وبجد الناس في ناس على فكره بتنتحر بسبب ام الاشكال دي. شوف يعني انا بقول ايه. اعمل ايه يا فهد؟ طيب اعمل ايه؟ لسه بقول ايه. بقول ممكن اتجوزك. ربنا يشفي والله. شكرا يا فهد. ودي من زود. حلوين لك يا بس. مساء النور. المهم يا جماعه نسيبنا من الكومنت دي
لان بجد دول يعني اكيد مش هنحط يعني عقلنا بعقل الناس دي. افتحوا موضوع نحكي فيه. الحمد لله والله. الحب الحلال ولا الحب الحرام؟ سؤالك بصراحة يضحك. حلوين كبسه يكبس مشاعر اللايف. نجيبوا أغنية إيش؟ بتاعت فرحة سنيني شايلة يعني.